اليوم وصل سعر الصرف ايش قد؟ 145 حاليا زين. الصرف مستقر لو لا؟ والله حسب، يوم ينزل يوم يصعد، ما مستقر يعني، حسب السوق نازل وصعد. ما مستقر؟ لا زين. بالنسبه لموضوع الحوالات، تعطيكم حوالات؟ احنا شركه فرع من شركه رسميه بغداد، عندنا حوالات جميع محافظات العراق، وان شاء الله سامع نفتح اقليم كردستان وباقي المحافظات اللي معنا. زين، يعني هسه المواطن يقدر يحول من هاي المكان؟ اي نعم، حوالات موجوده واستلام فوري. مثلا الحوالات اثنين حتى من خارج العراق؟ لا خارج العراق حاليا بعد ما طعنا الموافقه من البنك المركزي، بس ان شاء الله من تجي الموافقه نفتح ويسوونيون ومانيجرام. زين، اكثر شيء التجار دي يجون؟ تجار، مواطنين، طلاب، يعني حاليا تجار مثلا يعني يحولون مبالغ مثلا الى بغداد او الى البصره؟ اي اكيد، من هنا على بغداد، من بغداد هنا على الموصل، واذا مبالغ يعني لازم اكو التزامات وشروط يمشون عليها وتوقيعات وكله رسمي يعني، وتعزيزات وهذه، حتى حول المبالغ الكبيره يثبت انه هو تاجر ونحول له المبلغ. اما اذا مبالغ قليله لا عادي، بس يجي يوقع ويستلم الوصل، والوصل المستلم قبل 5 دقائق يستلم. تمام. زين، بالنسبه لعمليه تبديل الدولار مثلا، يعني اكو كميه محدده؟ مثلا اقول لك مثلا دفترين ثلاثه تحول لي، تقدر انت كشركه لو ما تقدر؟ حسب واقدر اصرف لو تحويل الصرف، الصرف حسب انا ما ميزانيتي، يعني على حسب ميزانيتي امشي، عندي عادي، ما عندي ما اقدر. اليوم تقريبا 45 ونص. اكيد ياثر على السوق، يعني ارتفاع الدولار اثر كثير علينا، عدم استقراره، يعني نشوف سيء مثل القمار، الدولار سيء مثل القمار، يعني ما تفهمه لحظه، يصعد وينزل باللحظات، وهذا ياثر على المواطن وياثر على البائع، ياثر على الطبقه الفقيره وعلى السوق فد مره. يعني طلبنا بانه يخفضون الدولار، ما حد خفض لنا الدولار يتلاعبون به، يوفرون لنا مكاتب بانه تنزل توزع تصرف الدولار، ما وفروا. خوش يعني زوبعة فنجان يوميا، احنا بشغله يوميا، لهونا بشغله، وما اكو احد يحقق لنا امنياتنا. ياثر على الاسواق بصوره عامه، ياثر على المواطن بالنسبه للشراء، تاثر علينا. عملكم يكون بالدولار؟ والله هو الاستيراد كله بالدولار، لانه ماكو عندنا شيء زراعي، احنا كل البضاعه مستورده. والله المفروض يسوون تسعيره ثابته حتى الكل يعرف بها، مثل قبل كان 120 ثابت مثلا او 130 يصير ثابت، حتى الكل يعرف، ماكو برا سوق سور سوداء شكل والمصرف يبيع شكل. اكو بعض التجار ينتهزون هاي الفرصه مال الاستغلال، يعني آخر الأيام أو قبل رمضان مثلا، أكو ناس صعدت الأسعار قبل رمضان من شكر، مواد تموينية. إحنا أسعارنا مثلا ثابتة، بس أنت عندك المواد الأولية هي الأساسية، طحين، تمن، زيت، شكر، معجون، هاي اللي صعدت. إذا نزل الدولار يعني من المواطن الفقير يعني ينزل على السوق، يقدر يتبضع على العيد شوية، تنزل السوق القال مواطن يقدر يجي يتفاهم يعني بالسوق، يستقر السوق. طالب الدولة انه تنزل الاسعار شوية، ينزل طبعا اكيد من مير المواطن، اذا ينزل الدولار يصير 125، يعني المواطن من ميله هاي اكيد.